أنا بالنسبة لي إنه متى ما بدأت الثورة هي هتستمر، ومتى ما بدأت الثورة مؤكد يعني إنه نهايتها قريبة أو التغيير جاهي. ف يعني أنا شايفة إنه التضامن اللي قاعد يحصل وتوسع رقعة الحراك، وإنه الشرارة دي قاعدة تخلي الناس كلها تتكلم عن حرياتها وعن حقوقها، دي حاجة يعني ما بتنتهي، بتستمر وبتخلي الثورة تكبر وتبقى يعني بتتكلم عن حاجات أساسية زيادة، بتمشي للمصالح كلها حقت كل الناس اللي قاعدين تحت. من السودان أو من تجربتنا في ثورتنا هنا، يعني أنا متأكدة تماماً إنه الثورة الإيرانية هتنتصر. الشرارة الصغيرة اللي بدت دي، لأنها ذاتها بدت من النساء، من الأكثر يعني أكثر فئة واقع عليها الظلم هناك، يعني بتحصل لهم حاجات، اغتيالات، اغتصابات، قتل، استخدام بصور سيئة شديد. كونه الثورة تبدأ من العنصر ده، ده معناها إنها هي بدت فعلا يعني من حيث نهايتها. فأنا بالنسبة لي أكيد الحراك في إيران هينتصر، والثورة الإيرانية هتنجح وحتسقط طالبان في النهاية، وبنتضامن مع إيران.